برومي كونغري انترناسيونال ليدوكاسيون ثيرابوتيك دو باسيون هذا اللي باش يكون 7-8 جويليه بكليه الطب بسوسه. وسعيد جدا بحواري مع المساعده الاستشفائيه الجامعيه بالطب الوقائي والجمعي دكتوره هاله غالي. اهلا وسهلا بك دكتور. عسلامة، مرحبا بكم بحضنا في الفاكولتي دو ميديسين دو سوس. عايشك. سي لو برومي كونغري انترناسيونال. اي هذا اول كونغري انترناسيونال بور ليدوكاسيون ثيرابوتيك دو باسيون. معاش كنت حاب نقول لكم جوست ليدوكاسيون ثيرابوتيك علاش معناها ركزنا على هذه. نحن توا كما لاحظنا اللي دو بلوز اون بلو ولات عندنا لي مالادي كرونيك الامراض المزمنه. دونك امراض مزمنه معناها لو باسيون باش يعيش معها حياته كامله. دونك ما ينجمش جوست يكتفي هاو الطبيب باش قال له واش باش يعمل وكل شيء. هو لازم يعرف المرض نتاعو يقبلها. دونك نحنا في ليدوكاسيون ثيرابوتيك اول حاجه نعملوها كيفاش نشوفوا اللي المريض يقبل مرضته. توا لاحظنا ياسر اللي تلقاه مثلا تلقاه بلوز او موان جون، تقول له راه عندك السكر ما يستوعبهاش. دونك اول حاجه في ليدوكاسيون ثيرابوتيك اللي نحنا نعلموه كيفاش يتقبل المرض نتاعو وكيفاش نعلموه اللي انت راك تنجم تعيش مع المرض نتاعك خاطر هو مرض مزمن. دونك باش يقعد معاه حياته كامله. شنو هي الاليات اللي باش نعملوهم باش يعيش عيشه صحيه مع المرض نتاعو تو سامبلومون. دونك هي مجموعه كان صح تعبير، هي مجموعه من التوصيات باش نقدموها للمريض والعائله نتاعو باش لكيفيه حسن التعامل مع المرض نتاعو. صحيت هي هذيك هي معناها كيفاش باش نعلموا المريض اللي هو يعرف مرضته كيفاش يتعامل مع مرضته. كيما نقولوا نعطيو المثال نتاع مرض السكر، كيفاش راهو انت كان طلع لك السكر هاو شلون لازمك تتصرف، ماكش باش تقعد تهز التليفون ولا ما نعرفش وتستنى باش تمشي تعدي عند الطبيب. دونك باش نوصلوا نحن نقريو هذايا الكل للباسيون لازمنا البيرسونيل سوانيون نتاعنا نعلموه كيفاش يعمل لي سيونس، معناها كومون يل بو مني لي سيونس ديدوكاسيون ثيرابوتيك. دونك وهذاك هو الهدف نتاع الكونغري نتاعنا في كيما نقولوا لا بروميير اديسيون نتاع الكونغري اللي هي السنه. دونك كومون امبليمونتي ان بروغرام ديدوكاسيون ثيرابوتيك. دونك باش تلقى الجماعه اللي معنا اللي حاضرين معنا هما طب دي انفيرميي باراميديكال. دونك باش تلقاهم الكل على خاطر كلهم سون امبليكي في البريزون شارج دو باسيون. دونك معناتها المتدخلين في في في, في, في معناتها المتدخلين في البرنامج اللي باش يتقدم للحياه صحيحه صحيه جديده هما متدخلين برشا معناتها بين اطباء اطار طبي وشبه طبي. صحيت باش تلقى اطار طبي اطار شبه طبي لي ديتيتيسيان. دونك باش تلقى من لي كاتيجوري بروفيسيونيل معناها في السونتي الكل، وابار سا باش تلقى لي سبيسياليتي الكل معناها لنا باش تلقى الكارديولوج باش تلقى البنومولوج الاندوكرينولوج معناها لي سبيسياليتي الكل الميسين فيزيك. على خاطر كيما قلت لكم اي باثولوجي اي مرض باش يعيشوا معناها المريض باش يستحق انه كيفاش يتعلم المريض كيفاش انه يعيش معاه. ان سامبل كونساي دان بروفيسيونيل دو سونتي كو سوا اكري اورال ما جامش يعتبر هذا في بارتي دو سيت ايدوكاسيون ثيرابوتيك والا لا؟ ديجا هذيك هي الغلطه اللي نحن نحسلو اكل كونسلتاسيون اللي يعملها المريض مع الطبيب نتاعو سي هذاك راهو هاني عطيتو الرسمي كيفاش باش ياخذ دواه وكل. ليدوكاسيون راهي لازمها ساعه حصه وحدها ماهيش وقت اللي كيفاش باش تعود شنو الدواء اللي باش ياخذ وكل شيء. لا اذا كنت ابار الكونسلتاسيون العاديه ليدوكاسيون لازمها حصه ابار راهي تستحق معناها حكايه نص ساعه اقل حاجه هذيك، اما هي نورمالمون حتى اكثر باش تفسر له المرض نتاعو. نحن نلاحظوا يمكن حتى راهو كسوا في البوبليك ولا في البريفي معناها نعرفوا العدد كونسلتاسيونات معناها لي مومبر نتاع لي كونسلتون برشا تلقاه. دونك الطبيب ما يلقاش وقته باش ياخذ وقته مع المريض دونك باش يعمل ليدوكاسيون يولي جوست يشوف شنو الرسمي شنو باش ياخذ دواه انسي دو سويت. نفس الشيء لانفيرميي ما ينجمش هو زاده يعمل هذاك وحده. دونك ليدوكاسيون ثيرابوتيك لازمها ان بروغرام وحده وتكون معناها سيونس ديدي للليدوكاسيون. وهك علاش نحن ديجا في الكونغري هذايا باش نعلموهم كيما نشوفوا مثلا لاتولي لوليني لا كونسيبسيون دونك لي زيتاب اللي باش يتبعهم لو بيرسونيل دو سونتي. باش نقول بيرسونيل دو سونتي خاطر لازم يكون ميدسان انفيرميي ديتيتيسيان كيني كل شيء فهمت. شنو هما لي زيتاب اللي باش يتبعهم بور موني ا بيان البروغرام تاع ليدوكاسيون ثيرابوتيك. شكون مع شكون باش نحكيو اون كاي يجيكم ولاد صغير عرفنا اللي هو اسكو معناتها مريض اسكو نمشي للولاد صغير نمشي لي بروش نتاعو نمشي للعائله توت لا فامي مع شكون معناتها ريلمون افيك كي فوز الي ترافاي سيت استراتيجي سيت ايدوكاسيون ثيرابوتيك. صحيت مع الكيستيون نتاعك بالحق في بلاصتها راهو ماهوش كان الباسيون انت مش حتى كان صغير بيان سور لازم مع لي بارون نتاعو ديجا خاطر مينور. اما نحكي لك حتى لي باسيون اجي حتى مش اجي معناها ان باسيون ادولت يجي مع لونتوراج نتاعو خاطر راهو المرض مش باش يعيش وحده باش يعيش هو والعائله نتاعو الكل. دونك بيسكو باش يعيشوها العيله الكل لازمها تفهم شنو المرض هذاك لازمها تعرف كيفاش تتقبل اكل المرض هذاك وكيفاش تتصرف في الحالات اللي تصير فيها دي كومبليكاسيون مثلا للباسيون نتاعها. دونك ينجم هو الباسيون تصير له كومبليكاسيون ما ينجمش هو يتلهي بروحه. دونك بيسكو العائله تبدا في معناها حاضره على دي سيونس نتاع ليدوكاسيون ثيرابوتيك باش تعرف كيفاش تتصرف. دونك هي لي سيونس ديدوكاسيون المعنيين بالامر لي باسيون اي لور
فامي انتوراج نتاعهم شكون اللي ليه بهم ليلابوراسيون دون سو بروغرام سا بران دو طون لازم بوكو ديتاب لازم برشا وقت هي كل بروغرام لازم لا بلانيفيكاسيون لازم التحضير نتاعو دونك انت طونك تعرف انت شنو لي ايتاب نتاعك الكل المره الاولى كي باش تحضر البروغرام انيسيال نتاعك باش ياخذ لك شويه وقت اما اون فوا تولي تستانس معناها كي باش تعمل لي سيونس وتحضر من الاول انت البلانينغ نتاعك باش تولي بعديك كل روتين فهمت دونك هو المريض مش باش يجيك سيونس برك باش تعمل لي ديكاسيون باش يجيك سيونس وباش تعمل له بروغرام نتاع راهو الجمعه الجاي عندك دوتغ اكتيفيتي d'autres ateliers باش نعملهم الجمعتين اللي من بعد ainsi de suite معناها نحن وكيفاش نعملوا سويفي نتاع لي باسيون معناها كل سبيسياليتي كيفاش elle va concevoir son programme d'éducation selon la pathologie حاجه اخرى معناها هو علاش قلت لك البلانينغ هذاك هو انه كي لازم يكون ملتي ديسيبلينير متعدد الاختصاصات متعدد الاختصاصات صحيح متعدد الاختصاصات والكفاءات اش معناها معناها انا كي باش نعمل بروغرام مانيش الميديسان برك باش يتلهي بيه بالريزيدون ولا انتيرن لي باش تلقى البروغرام معناها اللي لهين بيه هما الميديسان معاه لانفيرمي معاه لي ديتيتيسيان معاه البسيكولوج اللي باش يتلهي بالكوتي دونك ستريس وانسي دو سويت انكسيتي نتاع الباسيون وزيد معاه حتى الكيني اذا كان فما دي باثولوجي اللي لازمها مساجات كما نحن نقولوا وكل شيء دونك هذيك البهي فيها هي فما البارتناريا في الـ في الـ في الـ في لي بروغرام ديدوكاسيون قبل ما نختم معك ابري تو لوبجيكتيف دو تو سا انه الباسيون يولي عنده كلكو ريفليكس اون كاد بيزوين ويولي في دون كلكو سيتوياسيون الى ريف اجيري تو سا مع مع المرض اللي لازم يتعايش فيه انا مش نقول لك اكثر من هكا نحن تو باش يوصل للباسيون نحن نوصلوا ابار نعملوا فورماسيون للبيرسونيل باش يعمل هو ليدوكاسيون والباسيون يعرف مرضه يولي الباسيون يقري هو المرضى الاخرين على المرض هذاك دونك باش تلقى برشا دي سيونس باش تلقى فما الميديسان ولا انفيرميي والتكنيسيان وانسي دو سويت ومعاه ان باسيون نسميوه الباسيون فورماتور هو ان باسيون ايدوكاتور عايش المرضى هذيك وتعدى بكل شيء ويعرف كيفاش باش يحكي مع لي باسيون الاخرين وديجا هما لي باسيون الاخرين يتقبلوا من مريض كيفهم اكثر حتى من ما كيقول لك اسال مجرب وما تسالش الطبيب اللي مش تسالهم الزوز دونك دكتوره هلا غالي مساعده استشفائيه جرون ميرسي بولانتي الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه